حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج مع القانون. موضوع حلقة اليوم هو عن أحد المتهمين بالتجارة بالأعضاء البشرية. جاء من إحدى المحافظات إلى العاصمة بغداد، عمل بالنوادي الليلية وبقضايا السمسرة والبغاء. عشق امرأة تحمل الجنسية السودانية فتزوجها، أنجبت له طفلا، وفي نهاية المطاف وافق المتهم على بيع ابنه الذي يبلغ من العمر 9 أشهر. سنعرض لحضراتكم اعترافات المتهم، تابعوا معنا تفاصيل هذه الحلقة. حازم السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ. انت مواليد 85. وين تسكن؟ سكني محافظات. محافظات مو بغداد. أيه. زين، شغلك شنو؟ بالبدايه كنت اشتغل بملهب نادي ليلي. لا لا لا، قبلها يعني بدايه شبابك، خلينا نقول بدايه شبابي كنت اشتغل يعني مخضر، ابيع. تبيع مخضر؟ اي ابيع مخضر. متزوج؟ متزوج ومنفصل. عندك اطفال من زوجتك؟ عندي ولد. عندك ولد؟ زين، بعدها؟ بعدها طلقت هي زوجتي اللي هي بنت عمي. نعم. تركت محافظتي، جيت لبغداد اشتغل. زين. يعني مثلا اكو احد تعرفه ببغداد قال لك تعال لو؟ لا لا لا، ما اعرف احد. جيت الحال يعني اشتغل اي شغل، ادور مطعم، نادي ليلي، اي موقع اشتغل به اشتغل، المهم ما ارجع لمحافظتي. شنو السبب؟ السبب لان يعني تركت بنت عمي، طلقتها، انفصلت عنها هي وابني، مشاكل عندي وياهم يعني عائليه. لهذا السبب تركت حتى محافظتي. يعني ما عندك احد ببغداد؟ جيت هيك؟ لا لا لا، ما عندي. زين، هذا الحج قد كان عمرك؟ تقريبا نريد نقول 23 سنة هيك بالضبط. 23 سنة خطيت الخطوة انه تترك محافظتك وتجي لبغداد تشتغل. بالضبط. زين، اجيت لبغداد. اجيت لبغداد اسأل المطاعم، اسأل الاغلبية، يقول عندنا عمال. كان وقتها يعني الاجانب يعني اكثر شيء بنغلاديش، ما يشغل عراقي. زين. فرحت على منطقة اسمها ابو نواس، اشتغلت بنادي ليلي يعني ملهى نريد نقول. شلون دخلت لهم ذولا؟ الان العصر افتروا وسالت الولد، قال يردون عامل يشتغل يعني ويتر. زين. اي فقال اشتغل منه لما يجابوا العمل، انا اقول له هذا من طرفي قرايبي، انت اشتغل يعطيك يوميتك. زين. اشتغلت بهذا النادي الليلي. اشتغلت بالنادي الليلي؟ اي اشتغلت. شو اشتغلت بالضبط؟ ويتر. بس ويتر؟ اي ما عندي يعني مصلحه يعني اعرفها، ما عندي داخل مستجد يعني على النوادي، ما اعرف يعني. اول ما اشتغلت شغلت تويتر. زين. ايش قد استمريت؟ تقريبا شهرين اقل. زين، بعدها؟ بعدها يجون زباين عندنا، ضيوف يعني بالقاعه يسهرون هم وياهم البنات. اي تعرفت على عليهم وعلى البنات، وصار ياخذ رقمي واخذ رقمه واخذ رقم البنيه وهي تاخذ رقمي، فقالت ليش تشتغل انت بهيك مكان؟ تعال اشتغل يم ام سايق ويوميتك اكثر ومنامك عندنا، ليش تنام بالفندق؟ نام يمنا. زين، هي شنو البنيه اللي يعني تجي تسهر يعني؟ هاي اللي تجي اريد نحكيها بالصوره العاميه، هاي يعني طالعه يعني بنت اليد. زين. اي طالعه هذول زباين اللي وياها. زين. انا حبيتها من وحده منها، من حبيتها صارت عندي علاقه بها. لا، قبل لا نوصل هاي المرحله، انت رحت اشتغلت سايق يم امها. يم امها. شلون دخلتك للبيت؟ شلون؟ عن ضوء هاي البنيه اللي تجي تسهر هي وياها الزباين اللي هي تندعي امي، وهي مو امها، هي اها. زين. اي استمريت سايق عندها 6 أشهر. 6 أشهر. زين، سايق توديها لها وتجيبها لو شنو؟ لها واجيبها، او مثلا زبون يخابرها يريد بنات. أنا السائق وهي تقعد الأماية بالصدر والبنات اللي ورا، أروح أوصلها للزبون للمكان اللي تريده بأي منطقة ببغداد. أي منطقة؟ ببغداد. زين، وبعدها؟ بعدها 6 أشهر
لا لا بعد ما توصلهن. بعد ما اوصلهن نرجع للبيت مالتنا، يعني احنا نقول بيت هي هاي المره اللي انا اشتغل عندها، نرجع للبيت بالخمسة الصبح يخابرني يكملن، اروح انا اجيبهن وحدي لان انا دليت المكان والمره استلمت حسابها اللي هي امهن، يعني نريد نقول تشغلهن، هي استلمت الحساب. فانا دليت الموقع، انا ارجع الصبح بالخمسة يخابرني تعالوا خذنا كملنا، اجي اخذهن وارجعهن البيت امهن. زين شوف هو يعني زين اهلك ايش قلت لهم انه انت جاي تشتغل ببغداد؟ اهلي انا اروح واجي كل شهر، انا اشتغل بمطعم. يدرون بك تشتغل بمطعم؟ اي مطعم. زين هو شوف يعني اوكي خلينا نقول بغداد شويه من الممكن بيها انفتاح بالضبط اكثر من باقي المحافظات. بالضبط. انا ما ارد اتطرق لاسم محافظتك حفاظا على عائلتك و... رحم الله عليك. افهمك. زين انت مثلا من اشتغلت هاي الشغله تعرف اللي يشتغل هاي الشغله شنو المصطلح اللي ينطلق عليه؟ لا شي يسموه؟ كنت بوقتها ما اعرف. مستحيل 23 24 سنه كنت بوقتها ما اعرف، لان انا سايق يعني ما عندي شيء ملك الي. مو ملك، ولد شاب من يوصل البنات لاماكن مشبوهه. ايه انت شنو شنو الاسم اللي ينطلق عليك؟ ينطلق عليه يعني سايق اودي واجيب. زين انت تقبلتها على نفسك؟ انا بالبدايه ما تقبلتها، بس هاي لين تحبني، لين هي تحبني قالت تبقى استمر ويانا، وانا قبلتها على نفسي. من هي هاي اللي تحبك؟ يعني بنت المره الان اشتغل عندها. بنتها؟ اي بنتها. زين شقد استمرت بهذا الشغل؟ يومهم ست شهور استمرت، بعدين صار خلاف عن يوم. شنو السبب الخلاف؟ السبب يعني مشاكل صارت، يغارون من عندي، قاموا يضغطون عليه بالعمل، ليش تنام؟ ليش هاي ما جايبها البنية؟ ليش متأخر؟ هذا السبب وأنا انفردت من عندهم عفتهم. عفتهم، قد بقيت وياهم تشتغل قلت لي؟ تقريبا ست شهور. ست شهور. زين، بعدها؟ بعدها رجعت اشتغل، عندي عرف صاروا، رجعت اشتغل بنادي همين ليلي، بس مو نفس المكان اللي اشتغل فيه، غير مكان، يعني نريد نقول من من ابو نعاس للسعدون. تحولت الى نادي ليلي اخر. نادي ليلي اخر اشتغلت به جديد. هذاك بعد ما يستقبلني، يقول لي ليش تبطلت؟ زين شو اشتغلت؟ همين ويتر اشتغلت. هم ويتر؟ ايه. زين، ايش قد استمريت وياه؟ تقريبا شهرين شهرين ونص اشتغلت بهذا المكان. هذا الولد يشتغلون به ولد وبنات ويتاريه، كابتن اكو كل من واختصاصه. زين بقيت وياه شهرين ونص. اي تقريبا. وراها؟ وراها بنفس المكان اللي انا بيه تعرفت على بنيه من جنسيه السودان، يعني من دوله السودان. سودانيه؟ سودانيه. زين اي تعرفت عليها، هي صار عندها خلاف هي وبالعمل، تركت العمل، انا بقيت اشتغل. ايش كانت تشتغل هي؟ هي ويتر. ها ويتر؟ اي ويتر، انا ويتر. زين. تركت العمل، انا بقيت بعملي اشتغل، تركت العمل وكل ما اخابرها ما تجاوبني، انا البنيه يعني شلون ارتاحيت لها؟ من البدايه حبيتها. اي رايحه لاربيل. جاوبتني قالت انا باربيل اشتغل باربيل. زين. تريد تجي لاربيل؟ تعال. اكو شغل باربيل. زين. اي فرحت رحت لها الاربيل ورا فتره، يعني مو بنفس اليوم اللي خابرتني بيه، ورا 10 ايام 15 يوم جمعت مبلغ فلوس اليد مصرفي، رحت لها الاربيل. رحت الاربيل التقيت بها مكان عام، يعني نريد نقول مطعم عام. زين. التقيت بها بهذا المكان، حكت لي قالت انا اشتغل عند عد شامل، وهذا شامل يطلع بنات ويطلعني اني همين، يعني يطلعني واشتغل يمه. بذاك الوقت انا تعاركت ويا ذاك الشخص، اخذتها من عنده، تعاركت وياه بالشارع. ليش؟ البنيه ما تريدهم، هم مشلبين بغراضها وبملابسها، ما تريد تجيهم، تقول اريد وياك، ما اريد ابقى يمهم، وهي ما تعرف احد باربيل، بس هو هذا الشخص تعرفه عن طريق صديقتها. زين يعني انت لانه حبيتها؟ اي لانه حبيتها اخذتها. زين يعني شلون حبيتها وهي حكت لك بكل صراحه؟ يعني هيك نوع من النساء ما من الممكن انه رجل يتعلق بهن ويحبهن، مستحيل.
أنا حبيتها ما أعرف، حبيتها لا على مصلحة ولا على مادة ولا على أي شيء، أنا حبيتها كإنسانة. زين، صارت مشكلة بينك وبين الأشخاص اللي كانت تشتغل يومهم. بالضبط. هاي السودانية. ضربوني بأربيل، ضربوني بأربيل، ووقفتهم بأربيل. اشتكيت عليهم. المشاجرة، أي وقفتهم بأربيل. زين. والبنية اجت عندي، أجرت شقة سكنتها وياي مجمع القرية اللبنانية. زين. قامت تروح هي واحدة من صديقاتها تعرفني على التليفون بالكافتيريا مال القرية اللبنانية قاعدة. زين. هاي الكافتيريا اللي بالقرية اللبنانية بها جنسية سورية، بها إيرانية، بها عراقية، بها هواي جنسيات. زين. هذن كلهم يشتغلون هذا الشغل، يعني تجي تقعد تاخذها اي مكان عندك تاخذها تطلع وياك. زين. اي فهي من ضمن يمن همين تطلع. من هي اللي هي؟ السودانية؟ السودانية. وانت حبيت وتحبها؟ اي احبها. ما شاء الله. زين. شقد استمرت على هذا ال... استمرت وياها تقريبا سنتين، سنة ونص. البنات اللي مثلا تستدرجوهن هم اكو من عندهن قاصرات؟ لا، القاصرة اذا تريد تجي تجي هي وامها. ها؟ تجي هي وامها. شلون هي وامها؟ يعني هي وامها تجي مثلا من اي محافظة من اي مكان، تجي هي وامها، يعني ما غير شغل ما تشتغل، تجي بس تتفرج. شو تتفرج؟ شنو تتفرج؟ يعني تجي بس سكن ويا تجي هي وامها، امها تشتغل هي بس سكن. زين، ذني قد اعمارهن؟ من 20 ل 30. لا تقريباً. قاصرات، اقصد لك القاصرات ايش قد اعمارهن؟ 16 17 هيك هذا العمر. 16 17 اي. هم اكو هيك اعمار يعني درجتوهن بهذا العمل مجال السمسره والبغاء؟ أنا أشوف بعيني، بس أنا كشخصياً ما أجيّم، يعني شخصياً أشوف يعني يجون عند أصدقائنا هو يعني عندهم بنات صغار. يجون من بغداد؟ من بغداد، من محافظات، من كل مكان. هم أكو يجون صغار بوحدهن، يعني بنات بوحدهن يجون قاصرات؟ يجون، بس نريد نقول قطع نادرة، قليلة اللي يجن. قطع أثرية. يعني يعني قليلات اللي يجن، يعني يصدف هذا الشيء، يصدف أريد نقول يصدف، يجي قاصرات تجي عن طريق صديقتها، عن طريق حبيبها، عن طريق فلانة، أي إنسان ممكن يجيبها وتشتغل هذا الشغل. يعني خلينا نقول بين قوسين يضحكون عليهن ويجيبوها. بالضبط بالضبط، يضحكون عليهن ويجيبوهن وينزلوهم هذا الشغل. ويتفاجئ ينصدم. ينصدم بالبداية، بس بعدين هن يحبن هذا الجو، هن يردن هذا الجو. شنو السبب؟ سبب حريتها، يما اهلها ما عندها حريه، هاي نام فتحت لها حريه بكيفها، نايمه ملابسها مغسوله، فلوس ايش قد ما تريد يعطيها اللي تشتغل عنده، ما محتاجه اي شيء، لا حد يحاسبها ليش تاخرتي وين طلعت، براحتها. شو نايمه ملابسها مغسوله؟ يعني مقصد كلامه مو مثل يم اهلها ضغط عليها، قوم تسوي فلان شيء وقوم تسوي فلان شيء، لا هاي هنا حريه لها ثري كيفها. انا طبعا حبيت صراحتك كلش. زين، برايك برايك هاي الحياه صحيحه؟ يعني بنيه بهالعمر تجي والله شنو اكو ضغط ببيت اهلها تشتغل هذا الشغل؟ انا اكثر شفتهن يحكي لي، قلت له شنو السبب؟ تقول انا سبب اهلي، اهلي ضغطوا عليها بالبيت وهي تسوى بي، او رجلي هيك عاملني، او ابويا هيك سوالي، انا تركت البيت. وهذا صحيح؟ تصرف صحيح برأيك؟ أكيد مو صحيح، أكيد، بس هو آلاف من هاي الحالات أكو يتركون البيت، يروح من الزوجة وعدها أطفال تترك البيت بسبب خلافات عائلية، خلاف عائلي بسيط يجرها الطريق. ها يعني هم أكو خلافات عائلية بسيطة؟ بالضبط، أكيد، يعني أي شيء هيك فشي بسيط. شنو بالله وحدة من ذني اللي أنت سامحني، وحدة من المشاكل البسيطة اللي خلت إحدى الفتيات أو النساء تترك بيتها وزوجها وأطفالها وبيت أهلها؟ وحده تقول رجلي خابر، لقيتها خابر بوحده واللي هي بتخالتي، وتقول بتخالتي، تقول اقرب الناس اللي يحكي وياها وانا تركت البيت وعفته، يحكيها حب وقرات الرسائل والمحادثات كل شيء شايفه. يعني زوجها خانها ويا بتخالتها؟ بالضبط. تركت زوجها تركت زوجها واتجهت الطريق هو هذا نفسي تل مال السمسره اللي نقول. وبعد يبعد هذا طريق. زين، وراها انت سويت؟
والله صار عندي طفل من السودانيه. هل زوجتها؟ لا ما زوجتها. لا شلون؟ رسمي ما زوجتها ما عندي. ادري يعني عقد السيد اريد نقول. زين. اي الشيخ. اي؟ اي. زين اهلك يعرفوا بيها؟ اهلي ما عرفوا لا. ما وديتها لاهلك؟ لا وديتها لاهلي قبل ليصير طفل عندها. شلون؟ يعني قبل لا تصير حامل. شلون وديتها لاهلك؟ وديتها لاهلك قلت لهم هاي ابني راح اتزوجها اني واحبها، قالوا لا ارجع بنت عمك احسن لك ودمك ولحمك. قلت لهم لا انا احب هاي البنيه وارد اتزوجها. زين شلون يعني اخذتها من ايديها ورحت طبت البيت اهلك على اهلك انه هاي راح اتزوجها لو هي تحبني وين ما اروح تجي وياي. يعني ماكو داعي اجرها من ايدها واخذها بالقوه، ماكو شيء اسمه بالقوه، مستحيل اي شيء هسه ببالك بالقوه ما يصير. زين الحريه اي ماكو منها كنز، القناعه كنز. اي خلي الكل واقعي يا استاذ. يعني لين تحبك وين ما تروح تجي وياك. اكيد. زين شوف تحت يا الموضوع انه تاخذ البيت اهلك. قلت لها انا اريد اروح لاهلي، انا مشتاق لاهلي. قالت ما تروح وحدك اروح وياك. قلت لها انا اريد اخذك وياي بدون ما تقولي لي اروح وياك. هذا الحج انت ببغداد شفته ولا باربيل؟ لا باربيل. زين. دا احكي لك قبل يصير طفل عندها. زين. صار عندها الطفل. لا احكي لي من رحتوا لاهلك. رحنا لاهلي عادي خبرت والدي بالطريق قلت له ابوي اجي ثاني وبنيه سودانيه واريد اتزوجها واحبها. قال هلا بك ويا مشتاقين لك اهلي يحبوني. اي طبيت البيت طببتها وياي الاهل. والدتي متوفيه انا ما عندي يعني عندي مرت ابويا اللي هي امي. وعندي اخواني كل من بيتها واحده يعني بس والدي ووالدتي اريد نقول اللي هي مرت ابويا. زين. عادي استقبلونا ولقيت الغداء جاهز وقعدنا وعلى حسب الاصول اي شيء غلط ماكو. قلت لابويا راح اتزوجها بدها تكمل جوازها، جوازها ساقطه المده مالته لازم الا تكمل الجواز يلا عقد عليها. زين اي اشكال ماكو. زين ايش معنى عجبت بها ان قبل لا انتقل لهي الفقره اهلك وافقوا موضوع الزواج؟ اي وافقوا قالت تزوجها شكو بها قلت لها يتيمه ما عاد احد وصحيح هي يتيمه. شو ما ادريك بها يتيمه هي سودانيه؟ لا هي سولف لي. وانت ازي سولف لك ادري يعني تعرفوا ما تعرف اهلها لا سالت رحت للسودان لو لا لا هم مقيمين بالعراق. هي ومنو؟ هي ولادتها بالعراق، ولادتها بالعراق كراده ولادتها بغداد كراده. يعني عندها جنسيه عراقيه؟ لا عندها جواز ما يطلعوا لهم جنسيه عراقيه. جواز عراقي؟ والله عمي لا سوداني. ولادتها بالعراق. اي بس جوازها شنو؟ سوداني. ايش ما ادري هي يتيمه؟ هي سولفت لي. ها على كلامها صدقت انه هي يتيمه. اي على كلامها وصحيح دققت صحيح. شلون بالله دققت؟ دققت من قام تزعل من عندي اروح اسال عليها ما عند بيتهم. حتى مو تحبها و تزعل قام تزعل من عندي صار عندي خلاف وياها. شنو بالله سبب الخلاف؟ الخلاف الطفل. تريد من عندها طفل؟ لا ما اريد من عندها طفل. الخلاف موضوعنا مشاكلنا كلها على الطفل. لا هسه احنا مو مريد نعبر. اي بالضبط. هسه وصلنا مرحلة انه قلت لاهلك وابوك وافق وقلت له ابوك يتيمة. صحيح. زوجتها وراها؟ ايه سويت لها عقد مع السيد. بغداد لو باربيل؟ اربيل. ايه باربيل بحركة. باربيل. ايه. زين سويت عقد سيد. ايه. مبروك. وراها؟ وراها حملت. صارت حامل. صارت حامل. زين. صار عندنا طفل. زين. اسود لو ابيض؟ اسود بس مو طوخ طوخ يعني شويه اريد نقول اي فيه شويه شنو بيه شويه؟ يعني فاتح شويه مو اسود طوخ. ها ليش هي سودة طوخ؟ اي هي نفس سودة نفس هاي هيك. زين اي ف قالت اريد اروح لبغداد اكمل جوازي. زين قلت لها روحي. قالت والطفل شلون؟ لازم تخليه عند مربيه. قلت لها شلون عمره 4 اشهر واخليه عند مربيه شلون قلبك يطيش؟ خذيه وياك بغداد. قالت يلا اخذه وياي بغداد. اخذته وياها بغداد. وصلت بغداد طبت بغداد خابرتني قالت لك من ناس ساعتين اذا ما تجي تاخذ الطفل راح اذبه بالشارع. اه ايه شو اسمها هي؟ مها. اختلفت عليك مها؟ ايه ليش؟ والله أنا رجعت الحبيب القديم. أها. إيه. رجعت الحبيب القديم حمودي. زين.
تجي تاخذ ابنك لو ذبه بالشارع. هاي انت متزوجها؟ لك ساعتين. ايه متزوجها انا لك ساعتين. والعقد شققته ترى بالجنطه مالتي عقد ما الشيخ. رحت بالكنتور دور الصحيح ما اخذت العقد. قلت لها انا ادرك لندايزر من اربيل لبغداد ساعتين اوصل لك اعطيني مجال. خبرت واحد من اخوتي اللي هو منتسب خابرته نسابته بغداد فهو جاي على نسابته. هاي ثاني يوم مو بنفس اليوم. زين ثاني يوم خابرته قلت له هيك موضوع. قال انا راح اروح عليها وانا اخذ الطفل من عندها. زين راح عليها واخذ الطفل من عندها وغلط عليها بالشارع. شلون قبلت؟ لعد ذبه بالشارع احسن. يعني ركز ذبه بالشارع لو ياخذ اخويا. لا ياخذ اخوك. زين وحبيبها بعد ما اعرف عنها اخبار. غلقت موبايلها. اخذ الطفل اخوك هي غلقت موبايلها. غلقت موبايلها. زين اجا اخوك اخذ الطفل. اي اخذ الطفل من عندها. زين انا اخذ الطفل انقطع الاتصال انا وياها. اتصل عليها مغلق. زين ف قال لي ما اقدر اخليها مزوجتي هنا انا اروح للدوام ما اقدر اخليها مزوجتي ما تستقبله. قلت له ودي البيت ابويا المحافظات. ودي الطفل لبيت ابوي. ودي الطفل لبيت ابوي استقبله الطفل. بقى يمهم تقريبا اسبوع. خابرني والدي قال الطفل اللي ردي مو صاير ازرق هذا مريض هذا. يعني هذا شلون عافته امه بهيك عمر مريض ازرق. يقول هو صغير امه ضعيفه يعني وزن امه 48 كيلو يعني نحيفه كلش. ايه قلت له الوالدي خليه يدز لي اياه. زين ليش ما اجيت انت ليش ما رحت انت لابنك؟ ابني ودا اخويا بعد. ودا اخوي ودا الاهلي. ادري يعني ايش امنت؟ ايام اهلي طبعا امن عليه اكيد امن. زين فتمرض. خبرني والدي قال تمرض ترى يموت بين العدل وبين الميت. دز لي والدي استقبلت الطفل اني اخذته هم بيد اخويا اخذت الطفل. وين وصلوا لك اياه؟ البغداد. حلو. من بغداد اجيتهم انا البغداد اخذت الطفل من عندهم. رجعت وياي الاربيل. هاي الحكي امه ماكو اتصال انا وياها. فاربيل وديت الاطباء والمستشفى وعرفوا يعني قلت لهم امه زعلانه وهي زين. انت من تتنقل بيه بهاي المحافظات ايه ما يسالوك على جنسيته شنو فيلمه شو يصير منك؟ ما متنقل بيه انا اي محافظه بس من اخذته من بغداد اربيل ما حد حكى وياي. هسه امه جابتها من اربيل لبغداد. بالضبط. من بغداد لمحافظتك. صح. من محافظتك رجع لبغداد. صح. وانت اخذته من بغداد وديته لاربيل. بالضبط. انا ما اخذته وحدي لبغداد الاربيل العفو. لا عاد يعني ما عندي بنيه صديقتي اخذتها وياي الاربيل. ادري ما سالوكم شنو في المعنى. لا لا ما سالو ما سالو. طبت على القامه سوت القامه لان هو طفل جنين يعني صغير. زين. اي فطبينا عادي الاربيل ووديته للمستشفيات عالجته. ما اريد اذكر ايش قد صرفت عليه مبلغ هذا راجع لي. صرف براحتك. صرفت عليه هواي صرفت عليه فلوس. زين. ورا شهر قالوا طلعته من المستشفى من الخدج هم يسموه شوشه باربيل احنا نسميها خدج. طلعته من الخدج بنات صديقاتي قالوا ليش ما تخلي يم مربيه؟ ابن فلانه يمها وابن فلانه يمها روح خلي يمها. ليش التحاير بي هذا الطفل؟ شنو ابن فلانه يمها؟ يعني العالم تخلي اطفالها يم هاي المربيه. لا فلانه مثلا من يذكروا لك اسم فلانه انت تعرفها؟ اي اعرفها. زين هاي الطفل مين جايبته؟ عادي رجلها موجود وياها. وهي هم يعني تشتغل نفس الشغل؟ تشتغل بالضبط. فتخليه يم المربي. قالوا خليه يم ابن فلانه يم فلان مربيه. زين. عن طريق هاي فلانه رحت وديته، وديت الطفل انا وياها للمربيه. قالت تاخذ كل اسبوع 100 الف بس الحليب والحفاظات عليك. قلت لها مو مشكله علي علي. زين. ظل يمها تقريبا 5 اشهر 6 اكثر. تروح وتجي تشوف الطفل انت لو ما تروح. اروح واجي كل 10 ايام اعطيها مصرفها مال اسبوعيتها واعطيها مال الحفاظات وحليب حتى مسواق اخذها من عندي. زين. انا جيت لبغداد، طفل يم المربيه، جيت وحدي لبغداد. جيت وحدي لبغداد ادور على امه، اريد ارجعها انا امه احبها.
ادور عليها وين ما تكون ارجعها، باي مكان القاها ارد احاول ارجعها اقنعها. زين. فما لقيت امه. وين دورت عليها؟ دورت عليها بالمكانات الليليه بس. زين. لان هي تلتقي بالمكانات الليليه. حلو. دورت عليها ما موجوده. يا مكان اروح له فلانه هيك مواصفات قال ما نعرفها. رجعت الاربيل. ايست من عندها. زين. رجعت الاربيل. ورا فترة اتصل عليها رقم جاوبت هي على التليفون قالت اريد ابني ابني وين شنو صارت عندها صحوة الضمير ما اعرف قلت لها ابنك موجود عندي ما قلت لها عند مربيه قلت لها عندي قالت تزوجت قلت لها لا ما متزوج طفل عندي قلت لها تعاي تعاي ايش عندك باقي ببغداد تعاي ابنك وتدرين بي انا احبك والله تحت شو هيك مواضيع انا احاول اقنعها سايسه ما جاوبت وياي ها دز لي صورها دز لي فيديوهات خلي اشوفها ادز لها فيديوهاتها ادز لها صورها اقول بلك يعني اللي انقلبها ترجع ما رجعت ابد ما رجعت زين انا قاعد لا شغل ولا عمل قعدت بربيل ما عندي ليش قعدت؟ ما صارت بي حاله نفسيه من وراها يمكن كانك لحد الان تحبها هل سوى بعد احبها زين انا ما انكر حبها احبها هسه بعد احبها وضعي تخربط ما عندي فلوس ايجار ما عندي ادفع وضعيتي تعبت بعد غراض البيت جيت لبغداد بيت اخويا هم بقيت ادور عليها ما حصلتها زين المربيه تريد من عندي فلوس دقيقه استحقت. هي مو قالت لك انه هي حبت واحد وراحت له غيرت رايها مو قلت لك خابرتني قالت اصلا راح اسافر وياها للسودان. ويا من تسافر؟ ويا حبيبها. وهذا اللي يريد يروح وياها للسودان يعيش هناك بالسودان؟ ايه. يريد يروح وياها، هذا حكيها. زين. فبعد غراض جيت بيت اخويا ببغداد. يوم ابات يمه، يوم ابات يم اصدقائي اللي اعرفهم، يوم ابات بفندق، يعني محافظات 5000 انام بالفندق. زين. ما بتجاوب وياي. كل ما اريد اتقرب لها بالتليفون ما تجاوب وياي، ما تريد تتقرب لي. فالمربية بقت بأربي لمها الطفل تراكما علي 3 أسابيع ولا 4 أسابيع غلقت موبايلي قطعت الاتصال بيني وبين المربية زين ليش ما رحت أخذت الطفل؟ وين أوديه؟ أخذته أوكي وين أوديه؟ أنت شنو رجوعك البيت أهلك كلش صعب يعني ما ترهم؟ لا لا مو صعب الطفل صعب ليش صعب؟ ما عنده حد يربي انت ربي ارجع البيت اهلك الطفل يعني عمره سنه اقل شلون انا اربي اذا مو ام اذا مو مره يعني شلون انا مره اطلع للشغل ابقى العمر مقابله وقاعد بالبيت مو تقول عندك مره ابوك مره ابوي مره كبيره بيها سكر مره عجوز بعد ما ايست يعني ايست من المربيه قلت خلها اقفل تليفوني من يصير عندي فلوس اخابرها قفلت تليفوني استخدمت سيم كارت ثاني اشتريته استخدمته زين ابقيت اتصال ويا امه وادور عليها وما اعرف شنو قالت زين شو كل ما اخبرك ما دز لي ما تشوفني مسرور بالكاميرا شلون؟ كل ما اخبرك ما تشوفني الطفل بالكاميرا منو هاي تقول لك هيك؟ امه ها حصلتها؟ حصلتها تقول هاي. كل ما اخبرك ما تشوفني قلت لها الطفل انا عايفه مربيه زين وراح ادز لك رقم المربيه قالت دز لي دزيت لها رقم المربيه هي والمربيه صارن على اتصال قامت حتى ما تخابرني المربيه زين بس هي عندها اتصال بالمربيه انا قطعت اتصال بالمربيه المربيه جايه من اربيل البغداد وياها 4 أطفال جايه خطار بيتهم بالسيديه وياها 4 أطفال من ضمنهم الطفل اللي هو ابني زين يعني جايه يومين وترجع الاربيل هذول كلهم عندهم مستمسكات الاطفال الا ابني ما عنده مستمسكات زين طاب المدخل السيديه حسب حكيها المربيه ام ساره لازمها الاتحاديه زين ما اعرف لزمت زين من لزمت المربيه هذا الحكي مال ام الطفل اللي هي ام ابني يعني تقول من اللزمات قالت الا يجي ابوه او اني اروح امه يلا يعطونا الطفل بمركز شرطه ما اعرف شو اسمه زين
انا اخاف اروح احكي لك الصراحه ما رحت. قلت لها روح انت، روح انت استلم الطفل وانا جايك. زين. قالت انا اخاف اروح ما اروح. ايش خابرتني المربيه رجعت مره ثانيه؟ قالت ابو مسرور الطفل راح يروح، راح اعطيه الناس ياخذوه بعد ما تشوفه. يعني شنو ياخذوه؟ يعني يتبنوه. يتبنوه لو ابيعه؟ لا قلت راح ياخذوه بعد انت ما تشوفه. انا يعني هي تتصرف من يمها، قالت راح اعطيه الناس بعد انت ما تشوفه، لان لا امه تريده ولا انت تجاوب وياه. قلت لها طي. قالت شلون انت بتطي؟ راح انطي له وبيعيه. بيعيه. قلت لها بيعي. بيعي. قالت راح ابيعه. قلت لها بيعي ما عندي اي ست بعد. قالت شنو اللي يثبت كلامك؟ الناس يردون مستمسك. قالت راح ادز لك ورقه بيد ابني تبصم عليها وتوقع بين انت تخلي مسؤوليتك من الطفل. ما تطالب بي لا شرعا ولا قانونا. قلت لها عادي ابصم لك واوقع لك. بس تريد اخلص من عندها اكلت قلبه بالتليفون. انت مو رجال، انت ليش ما تجيب لي حقي؟ انت ما وصلت لهذه المرحله. بصمت لها وقعت لها لابنها، ما شايفه لا الطفل ولا شايفه هي. قلت لها بيعي. راح الطفل بعد ما ادري بيه وين، ما وين، اخبار ما عندي عنه. ما فكر شو عليه؟ شو تسوي بالاخبار؟ انت ما فكرت ابنك ينباع وراح يروح ما تشوفه بعد؟ رحت بصمت وقعت. انا ما فكرت هيك، فكرت يعني قلت هاي شلون اللعبه من امه على مود تاخذ الطفل يمها يم حبيبها، على مود ما اطالب بيه واتقرب عليها انا. زين يعني ليش باللحظه هيك قررت انه قلت لها بيعي؟ صار ما عندي فلوس، امه ما تستقبله، اهلي ما يستقبلوه، انا وين اودي؟ احير بيه بالشوارع؟ ادبه بالشارع؟ قالت راح اعطيه الناس ابيعه لهم. قلت لها بيعي. زين يعني خوب كان مثلا دبرت اي مبلغ؟ ايش قد ظلت تطلبك؟ تطلبني تقريبا من 4 إلى 5 أشهر. كل اسبوع اعطيها 100,000. ما عندي. يعني مدة 4 أشهر أو 5 أشهر ما انطيتها؟ اي ما انطيتها. ما عندي فلوس ما عندي. قالت راح اعطيه الناس ابيعه لهم بعد ما لك علاقة بيه، هم يتمنوه خلاص. توقع له وتبصم له، وقعت وبصمت لها. زين. اي راح الطفل ما عنده اي اخبار عليها الا اخر شيء قالت انا لزمت مركز شرطه ما اعرف يا مكان الا تجي انت. قلت لها انا ما اقدر اجي اخاف، راح ادز لك امه ما عندي اتصال وياها. قالت خابرتها راح تجيني، وبالفعل جتها ام الام راحت. اي زين اجت الام و الام. هذا قبل البيع او بعد البيع؟ من باع الطفل اجت الام لزمت المره يردون يعرفون من امه من ابوه. فامه تقربت له عن ضوء تليفون المره، قالت لها تعاي ام مسرور تعاي اريدك بفلان مكان. هيك وهيك حادث صار وياها، حكت وياها وجت هي. اجت هي ما ملتقيه بيها سابقا وجه بوجه. ما تعرفها. ام الطفل ما تعرف المربيه. التقت بيها. اجت دولة اقوالها ما اعرف شنو، القاضي طلب عليها دي ان اي من شعرها ما اعرف من دمها. اي محللت واخذت ابنها. اخذتها؟ اخذتها. اخذت الطفل. اي اخذتها. زين، انت شلون تم القاء القبض عليك من قبل مديرية مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية؟ انا اشتغل بالكرادة فندق وبنادي ليلي. اشتغل به. فاجوني انا واقف يعني العصر الساعة بالخمسة العصر جوني قالوا انت شو اسمك؟ قلت لهم فلان ابن فلان. قال تفضلوا ويانا وعادي رحت وياهم، صعدت بالسيارة وياهم كل هدوء وماكو اي شيء. وجيت هنا وصار يعني التحقيق. تدري هاي الجهة اللي ذكرت لك اياها اللي هي وكالة الاستخبارات وبالتحديد مديرية مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية. ايه يعني هم السبب الرئيسي بالحفاظ على ابنك؟ صحيح. زين هسه اريد كلمه من عندك اخيره للي بعدهم يشتغلون بهذا المجال. اكيد هذا طريق خطا، يعني هسه ابسط شيء اقيس على نفسي. يعني شنو اللي حصلته بالنتيجه اني؟ اذا كان صح المفروض اني اثمر بهذا الطريق. اذا كان صحيح الطريق اني هسه شامخ براحتي مدلل. بس هذا طريق خطا يوديك للهلاك. تأذي نفسك، تأذي سمعتك، تأذي أهلك، تأذي شبابك يروح يتدمر. لو لنفرض
انه انحكمت لفتره بسيطه وطلعت، شنو شو راح ترجع لحياتك بعد ما تقضي فتره المحكوميه؟ اكيد اقلب ورقه بيضاء جديده، ان هذا الشيء غلط. وانا يعني مرات بيني وبين نفسي من اصفن، انا ما بالفتره الاخيره يلا تخليت عن الطفل، اتضايقت كلش يلا تخليت عن الطفل، ما عندي لا اعرف اسرق، لا اعرف ابوق، لا اعرف هذا، وتوقفت عن العمل. صارت بي حاله نفسيه بسبب امه، انا احب امه، قلت لك احبها. هل من الممكن لو طلعت من بعد ما تقضي فتره المحكوميه ترجع تدور على امه؟ 100%. ترجع تدور عليها؟ اي، واعقد عليها عقد رسمي. اوف. اي زين، هسه انت ما صحيت وانت تعرف شنو هي شغلها، شلون تعقد عليها يا اخي؟ ممكن اخليها تترك هذا العمل اللي هي بيه. تقدر؟ اكيد، اذا هي بقت يمي من ارادتي وارادتها قنعت بطل هذا العمل كله، الطريق كله اخليها تركه، لان انا احبها. هسه وبعد يعني اقول لك ابقى احبها. انا حتى الضابط دعوتي قلت له احبها، حتى اهلي قلت لهم احبها. انا ما متخلى عنها، انا ما تخليت عنها، هي تخلت عني. زي ما انت متزوجتها قبل لا يعني تعرف شنو شغلها، وتزوجتها وما قدرت تبطلها، شلون هسه تبطلها؟ ممكن هسه هي وعت، ممكن يعني شنو وعت؟ ممكن 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 هسه هي عرفت هذا الطريق خطا، يعني هسه هي ما عرفت هذا وراء سجن، ما عرفت هذا وراء يعني اهانه، كل شيء وراء هذا الطريق خطا، يعني ما عرفت. هسه انا ما عرفت هسه على نفسي، ما عرفت هذا الطريق خطا، عرفت. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، انتظروني في حلقات أخرى وقصص أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.